سيد أنيس بورحلة، سيد أنيس بورحلة، تبت التحاليل أنك متعاطي كمية كبيرة من الكحول أثناء السياق، ولما صار الحادث للأسف أنيسة ما بيل شديد أدت كتير، وهالشي كي وضعك في موضع محرج بزاف. متفكرش أنه طلعتك رح تكون سهلة. تحكي مع موبل، تحكي مع التليفون، بدي احكي مع موبايل في التليفون. انيس دوكا 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 بدي احكي مع موبايل في التليفون. انيس اسمعني، انيس بدي احكي مع موبايل في التليفون. انا هنا باش نساعدك انيس. اوكي انا هنا باش نساعدك، الا بغيتي محامي اخر ما عندي حتى شي مشكل، ولكن باش تعرف انا هنا باش نساعدك. اوكي بدي احكي مع موبايل دوكا بليز. انيس مالوغوزمون لازم نقول لك باللي موبايل في وضع حرج، باللي موبايل ما بين الحياه والموت للاسف. اوكي كيفاش ما بين الحياه والموت؟ هي ساعدتني باش خرجت من السياره، كاش ما بين الحياه والموت. بدي نهضر مع هذوك، بدي احكي مع موبيل. بدي احكي مع موبيل. بدي احكي مع موبيل. اوكي بليز بدي احكي مع موبيل. اوكي حافظ رقمه. انا حافظ رقمه. اوكي كيما عندك ايه؟ Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I say something. أنيس I'm giving up. أنيس الغناء ما يفيدك والو. أنيس الغناء ما يفيدك والو. خلاص أنيس خلاص. أنيس سكيورتي معقول اليوم أنيس كان بيقدر يعمل شغلة واحدة لحتى كل الغنى تبعه يكون أحسن، هو إنه ياخد توناليتي أو تشوي. اليوم التوناليتي ما لبته لأنه العالي كان كتير عالي عليه، مع إنه عمل أفورت شفته وركز وفتح تمه وجرب يكب صوته لبرا، بس التوناليتي ما خدمته لأنه خلص العالي صار بأعلى بارت من رينج صوته، سو ما قدر يسيبهم في محلات كانوا مزروكين. مع انه المشهد والقصه كانوا كثير مشغولين منيح، وانا بهنيه على هول كلهم، ولكن حتى اليوم بالبرايم اول يعني نهار الجمعه بالبرايم اول بارت غنيها انيس كمان ما كانت مثل العاده، رجع لحق حاله بثاني شقفه من الغنيه وكانت كثير منيحه بالبرايم. بس بين اليوم والبرايم انا بشوف انه كانه انيس تعب شوي ولازم يرجع ينتبه على حاله ويشغل حاله مزبوط كرمال نرجع نسمعه مثل ما كان الاسبوع اللي قبله والقبله ومثل ما تعودنا نسمعه. أنيس تلميذ مجتهد جدا بالصف، بيشتغل كتير منيح. ليش عم بحكي عن الصف؟ لأنه الطبقة الأخذة كانت مزبوطة، بس نوتات العالية لأنه خاف ما قادر ما عرف أخذهم لورا بدل ما يخذهم لقدام. هي كل القصة، لأنه عنده طبقة صوت كتير كبيرة واسعة عريضة وكل شيء، ما في عنده مشكلة. بس الشغل بدنا نشتغل أكتر على النوتات العالية تي يصير عنده قوية أكتر تيجيبهم لقدام تيرنوا مثل الباقيين. كان عنده فكرة حلوة وكان عنده ذكاء استعمله ما حدا غيره استعمله، أنه أنا قلت لهم أنا ببلش بالدقيقتين
بس تشيلوا الأباري حط حاله بالجو قبل واستفاد من الوقت حتى يستفيد بعدين. بس مثل ما قلتوا واضح انه كان الغنى ناقصه اشياء كتير، بس الفكرة كانت حلوة ومؤثرة للناس، يعني للشباب اللي هي اكبر مصيبة اليوم، اللي هي حدا يسهر ويشرب ويسوق سيارة ويتهور هو ويتهور، يعني يأذي حاله ويأذي اللي معه ويأذي الناس اللي ماشي على الطريق. حبيت شغله، حبيت تمثيله، بس واضح انه الغنى، مع انه اول مره بسمع صوته هيك على الطبقه عاليه، حبيت معلش شيء يعني بس ما بده شغل هولي بعد ما مش مرتاح يطبقهم بالاغاني، يعني احنا بدنا يعني بدنا يطلع عالي كل مره بنقول له، بس يكون لو غلط بكره بيصلح، اذا ما طلع مش رح يصلح. انا ما رح فوت بتفاصيل الغناء، انا بالنسبه لاني انيس ثاني اشطر تلميذ بالصف لكون صريحه، يعني لقيت كثير حلو، كثير ذكي كيف بلش المشهد، حبيت الفكره انه هو مع يلي الكحول وهيك ادى لاصابه اكثر شخص بحبه يلي هي حبيبته، والبرهان انه حبيبته هو فكره الريبوندور كثير حلوه، انه اذا انا ماني هون بكون مع انيس، يعني واضح بينت علاقتهم شو هي من خلال هالريبوندور، هالجمله يلي قالتها ما بين، وكثير ذكي كيف انعمل المشهد، كثير هيكليته حلوه وتمثيله رائع، الاحاسيس كانت كثير منيحه، ايهاب حتى السكيورتي يعني ما في اي عنصر ما كان بمطرحه. هلا بتفاصيل الغناء انا قبلت انه يغني لريبوندور مثل ما كانه عم بيودعها، مثل كانه يمكن اخر مره عم بغني لها، وهيدي شغله جميله وشغله فريده يعني كيف عملها. برافو انيس، وان شاء الله على طول يضل بهالهمه بالنسبه للتمثيل بالغناء شغلتكم. اكيد انه الفكره كثير مميزه، يعني صرنا شايفين كذا حدا كانت جديده الفكره، بس المشكلة كانت بالمغنى، انه ما قدر يسيب النوتات العاليين، انه يمكن اخذتهم نوتات شوي عالية، صوته مبين في تعب، هذا الشيء ادى انه يعطي الامباكت تبع كل الغنية كان مش حلو، يعني انه ما ارتحنا، كلنا حسينا انه ما غنى كتير منيح، بينما في ناس تانيين انتو يمكن حسيتون بخدمة المشهد، ما قدرت تشوف هذا الشيء مع انيس تبرر له غنائه. ان شاء الله يركز اكثر تيروح التعب من صوته، ما يكون تعب مستمر يضل على طول، ويقدر يرتاح اكثر بالنوتات العاليه، تيفرجينا انواع وانماط جديده حتى بالغناء، لو غنى بس غربي او اجنبي يكون في تنوع اكثر بالمغنى تبعه، ونشوفه باغاني مختلفه اكثر.